مشاهدينا الآن نلتقي مع أفضل وزير في القمة العالمية للحكومات في نسختها 2023. بالتأكيد هي تجربة مهمة سنتعرف عليها مع الدكتور ديفيد سينجي. أهلا وسهلا بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. Thank you so much for being with us. شكرا جزيلا الدكتور ديفيد سينجي. مرحبا بك على شاشة إكسترا نيوز. نرغب في الاستماع إلى خبراتكم كوزيرا للتعليم والتي أتاحت لكم الحصول على هذه الجائزة. في البداية في سيراليون لدينا سيادة الرئيس الذي يدعم التعليم الشمولي بشدة، حيث تحصل البرامج التعليمية على أهمية كبيرة، حتى أنه تخصص 22% من ميزانية الدولة للتعليم، حتى أننا في سيراليون أثناء جائحة كورونا بينما كانت الدول تقلص ميزانية التعليم لصالح ميزانية الصحة، لكننا أضفنا المزيد إلى ميزانية التعليم، وكانت هذه هي رؤية الرئيس الشمولية. فالأمر لا يتعلق فقط بإتاحة الفصول وفتح المزيد من الفصول، ولكننا نهتم أيضا بهؤلاء الذين لا تتاح لهم فرص التعليم، على سبيل المثال الأطفال ذوي الهمم والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية. وبناء على ذلك قمنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبعض الحلول التقنية ودربنا المدرسين. كيف يمكنكم قياس آثار الإجراءات التي اتبعتموها؟ لقد تمكنا من تحقيق بعض الإنجازات، على سبيل المثال التكافؤ النوعي على مدار الأربعة أعوام الماضية. في هذا العام لدينا المزيد من الأشخاص الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعات بنسبة تفوق 5 مرات عن النسبة الأعوام السابقة، ولدينا المزيد من النساء الذين يلتحقون بالدراسة. نحن نتناول كافة الدلائل على زيادة العملية التعليمية بشكل كفء، ومعدلات الانتقال في المراحل التعليمية والالتحاق بالجامعة والتكافؤ النوعي لتحقيق أهدافنا من خلال وضع المزيد من الطموحات المستقبلية والخطط المستقبلية. هل يمكن أن تترجم سيادتكم ما ذكرتموه من خلال الأرقام؟ نعم بالطبع، خلال 3 الأعوام الأخيرة ازداد عدد الطلاب بمليون طالب. في مجال التكافؤ النوعي ازدادت النسبة من 6% إلى 1%، وتمكننا من إضافة 1000 فصل تعليمي حتى يستوعب المليون طالب المضاف حديثا، وأتحنا المزيد من الفرص للوصول إلى المنصات التعليمية بنسبة 50%، وتمكننا من توظيف 12,000 مدرس، وتم استخدام خدمة الرسائل القصيرة 2 مليون مرة، والبرامج التعليمية الآن بالدولة تغطي 90% من الشعب، وتمكننا من وضع نماذج تستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية لوضع محطات الراديو. فبهذه الطريقة يمكن ضمان استخدام البيانات بشكل فعال لنقل المواد التعليمية عبر الراديو. شكرا جزيلا دكتور ديفيد. مشاهدينا بالتأكيد مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا لفعاليات القمة العالمية للحكومات.